صباح الخير طلاب المدرسة الوطنية الأمريكية الصف الثامن الأساسي. اليوم الثلاثاء في 24/3/2020 سوف أشرح لكم مادة التاريخ الدرس السابع بعنوان لبنان خلال الحرب العالمية الأولى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. سوف أتناول هنا فقط الجزء الأول من الدرس بعنوان الأوضاع الاقتصادية أسباب الأزمة الاقتصادية صفحة 49-50. أولاً أسباب الأزمة الاقتصادية: ضيق مساحة المتصرفية التي كان معظمها جبلياً يفتقر إلى الأراضي الزراعية الواسعة كالبقاع وعكار، وكان الإنتاج الزراعي الغذائي غير كافي. الحصار البحري: مع دخول السلطنة العثمانية الحرب ضربت أي فرضت أساطيل الحلفاء، ونقصد هنا الحلفاء الإنجليز والفرنسيين، حصارا على طول الشاطئ اللبناني، فتوقف التبادل التجاري مع الخارج، كما تعرقل وصول أموال مغتربين إلى أهلهم. الحصار البري، وبدورهم فرض الأتراك حصارا بريا على الجبل، أي على متصرفي جبل لبنان، فمنعوا دخول المواد الغذائية إليه إلا بكميات ضئيلة. غالبا ما كانت تختفي هذه المواد بفضل بعض موظفي الحكومة. الجراد: عام 1915 غزت لبنان موجات كثيفة من الجراد، يقال إنها حجبت نور الشمس عدة أيام، فاتت على المزروعات أكلتها كلها، وبقي قسم منها حتى الثانية الثانية، فلم يبقى من الأخضر شيئا. النقد الورقي: بسبب مصاريف الحرب أنزل الأتراك إلى الأسواق كميات كبيرة من العملة الورقية، لكن هذه العملة لم يكن لها تغطية ذهبية، فانخفضت قيمتها ورفض الناس التعامل بها. التجنيد الإجباري: وكان مفروضا على الولاية، لكن الأتراك عممه على سكان الجبل، وجندوا إجباريا من هم بين 20 و45 من العمر، وبذلك عطلوا عملية الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع الزراعي الذي كان يحتاج إلى اليد العاملة الشابة. أخيرا سياسة الأتراك: استهدف سياسة الأتراك تجويع اللبنانيين وإذلالهم، فمثلا منعوا سكان الساحل الصيد البحري، جمع الملح على الشاطئ، فرضوا على السكان نظام السخرة، ونقصد هنا نظام السخرة أي أن يعمل الشخص دون أي مقابل بعد أن صادروا حيوانات من القرى وما فيها من مواد غذائية. وإذا بعد ذلك قاموا بقطع أشجار الأحراج وجعلوها وقودا للقطارات، ومنعوا إدخال الحبوب من الولاية إلى الجبل، ولم يتدخلوا لمنع الاحتكار والغلاء الفاحش.